نبتغي صيد المعاني، نبتغي رأس الهرم، نبقي ساعة طوال نستغي علم العجم، موطني 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 ذا الإباء. تحضيرا لمظاهرة 11 ديسمبر المجيدة، نحن اليوم في خرجة بيداغوجية مع مجموعة من تلاميذ المؤسسة التربوية والطاقم الإداري والتربوي لهذه المؤسسات، وكذلك مدير التربية لولاية خنشلة، استعدادا لتحضيرات الاحتفالات أو تحضير الاحتفالات المخلدة لمظاهرات 11 ديسمبر. نحن متواجدون الآن في مقر أو مكان انطلاق أول رصاصة اللي هي منطقة عين السيلان. سنقوم بتنظيف المكان جيدا من القارات البلاستيكية وغيرها. جئنا اليوم برفقة هؤلاء التلاميذ حتى نغرس فيهم الروح الوطنية، روح المبادرة، الاهتمام بالبيئة ومعرفة تاريخ أجدادهم. إن شاء الله سيكونون خير وخلف خير سلف، نتمنى لهم كل التوفيق. عشنا يا وطني نفدي بالروح أراضينا، قد كنا أمس عمالقة في الحرب نذل أعادينا. مد أنا هنا بمناسبة مظاهرة 11 ديسمبر 1960. نحن أنا بصفتي تلميذة أفتخر بما قام به أجدادنا عبر التاريخ والتاريخ، ونحن هنا نخلد هذه الذكرى. ها أنا اليوم أقف في مكان اندلاع أول شرارة الثورة التحريرية الجزائرية هنا بعين السيلان التي تبعد عن خنشلة بإثنين كيلومتر، وأنا كتلميذ سعيد جدا وآمل سعيد جدا، فالجزائر بلدنا ونأمل كلنا أن نكون شهداء ونضحي من أجلها بالغالي والنفس.